هو السبب في تأخير الحال في سوريا لأني بالأول بالأخير الدول كلها عم ترقد ورا مصالحها. شيء أكيد هو ساهم بتأخير الحل أو لأنه هو بده يأخر الحل. حسب مصالح الأمريكية وكلما تأخر الحل كان خدمة أجنداته ومصالحه. باراك أوباما ما في ياخذ أي قرار بمفرد وغير موافقة الكونغرس ومجلس الشيوخ. أمريكا لها القدرة على التأثير على سياسات معظم دول العالم باعتبارها أقوى دولة. We are simply bowing down to Putin and to the Russian government. We're watching as they go out on a daily basis in partnership with the Assad regime, bombarding and killing people. طبعا هذا الكلام كله أخر الحل بسوريا وأدى إلى استمرار المأساة السورية واستمرار حرب النظام والروس على المدنيين بسوريا. I'm Rosanna.